مشاهدينا مشاهدي بيت للكل، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الأردن. بلادنا العربية متاحف حقيقية، كنا نتحدث عن الكنز الأثري، عن الحضارة، عن العراقة، فنحن نتحدث عن بلادنا العربية. من مصر بلد الأهرامات، الأقصر، أسوان، المتاحف، الحضارة الفرعونية، الحضارة الإسلامية، كل ما موجود في مصر من آثار هنا وهناك هي مدن مفتوحة للآثار. إذا ذهبنا إلى العراق حيث الجمال، عندما نقرأ ونفتح صفحات التاريخ للحضارة الأشورية والحدائق المعلقة وحضارة بابل وغيرها من العراق المثقف الواعد المليء بالكنوز الكثيرة. حتى في فلسطين تتذكرون معنا عندما توقفنا في حلقة خاصة في أريحة نحكي الحكاية في أريحة كيف كانت وكيف الكنز الموجود في أريحة. حتى القدس ستظل عربية بإذن الله مهما حدث، يكتب عنها التاريخ الكتابات الكثيرة جدا لكل الأديان السماوية. نحن هنا نتحدث من الأردن عن البتراء حيث الجمال والكنز. مساء الخير يا احمد. مساء الخير يا شيخ. مساء الخير يا رعد. مساء الخير شيخ. اهلا بكم في الاردن. طبعا اهلا وسهلا. شكرا لهذا الشريط السينمائي اللي عرفتي من الحضاره الفرعونيه بمناطقها، بجمالياتها، بارثها، امتدادا الى العراق بحضاراتها من الشمال الى الجنوب، ووصولا ونحن اليوم في البتراء. حقيقه نشعر بالفخر والزهو والاحترام وتقدير النفس وتقدير الذات عندما نستذكر الحضارة العربية في كل بلداننا. اليوم تتاح لنا الفرصة بأن نتعرف عن اللغة النبطية لأهالي هذه المناطق حقيقة، التي كانت صاحبة الفضل، بالإضافة إلى جماليات المشهد من الطراز المعماري المتكون، بالإضافة إلى التشابه بيننا كعرب، بين بلداننا العربية إن كان على صعيد العراق ومصر والأردن وفلسطين وباقي البلدان العربية التي نحن جزء من هذه الحضارات العربية الممتدة من الشمال إلى الجنوب. نحن أصحاب الحضارة وأصحاب التاريخ وأصحاب الحرف لكل هذه البلدان العربية. نرفع القبعة ونحترم الشخص والأخ والإنسان العربي أينما تواجد في بلداننا العربية. أول شيء أهلا وسهلا فيكم، وميت هلا بأحمد وشافكي، منور في الأردن وأنتم المنورين. أهلا وسهلا فيكم مع المقدمة الجميلة. أشكر مروركم الكريم في بعض الكلمات والحديث عن البتراء الجميلة، وهي مكملة لحضارة العربية الممتدة من فلسطين، مصر، العراق، الأردن. نتحدث اليوم وأيضا مشاهدينا الكرام ومشاهدين برنامج بيت الكل، أهلا وسهلا فيكم بحلقة أكيد جديدة اليوم من الأردن، تحديدا من جنوب الأردن، وتحديدا أكثر من وادي موسى البتراء، هذه المدينة الجميلة جدا، المدينة العريقة التاريخية، الحضارة التي نتحدث عنها، التي كانت في إحدى الأيام كانت محطة لاستقبال واستراحة لبعض الإخوان التجارة الموجودة داخل هذه المنطقة، وأيضا وضعت على خارطة التراث العالمي في عام 1985، وأيضا إحدى عجائب الدنيا السبعة في عام 2007. إذن نتحدث عن التاريخ والحضارة الممتدة في كل الدول العربية، فأهلا وسهلا فيكم ويا هلا. أهلا بك. أهلا يا رعد، أتفق معك وأكيد طبعا أتفق مع أحمد في كل ما ذكرتم، ولكن أيضا هناك الشاعر الإنجليزي بيرجن وصف البتراء وقال بأنها المدينة الشرقية المذهلة، المدينة الوردية التي لا مثيل لها.